أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. قال البنك المركزي اليمني أنه يعتزم قريبا الإعلان عن سندات وصكوك بمبلغ 400 مليار ريال إلى جانب محفزات أخرى لإعادة الدورة النقدية في النظام المصرفي. وذكر نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي أن البنك سيعمل على سحب أكبر قدر من الريال اليمني بالحجم الصغير إلى خزائن البنك لخفض المعروض النقدي منها بالسوق لأدنى مستوى ممكن. المجلس الانتقالي الجنوبي في الجهة الثانية وطوال مدة الأزمة الاقتصادية ظل صامتا محملا الحكومة والبنك المركزي مسؤولية هذه الأزمة. وعندما أعلن البنك عن حزمة إجراءات جديدة لإنقاذ الوضع، خرج الانتقالي إلى العلن قائلا أنه لن ينتظر طويلا حيال الأزمة الاقتصادية، كما خول المجلس جمعية الصرافين بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والأمنية التابعة له بإصدار قرار يحدد سعر صرف العملة في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية. نتوقف في هذه الحلقة عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي كفيلة بإنقاذ العملة الوطنية من التدهور المستمر؟ وما وراء تهديدات المجلس الانتقالي للمؤسسات السيادية الشرعية؟ سنستقبل ضيوف هذه الحلقة، ولكن نذهب الآن لمتابعة التقرير التالي. إجراءات جديدة من البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن في محاولة منه لإنقاذ العملة الوطنية. معالجات يسعى بها البنك لإخراج العملة الوطنية من عنق الزجاجة، حيث بدأ بضخ عملة وطنية محلية فئة 1000 ريال المطبوعة مؤخراً بذات حجم العملة القديمة المتوفرة في السوق، والتي وصفتها ميليشيا الحوثي بالمزورة، والعمل على سحب قدر كبير من العملة ذات الحجم الصغير إلى خزائن البنك لتخفيف المعروض من العملات في السوق. التضارب الحاصل في سوق الصرف بات خارج قدرات السلطة النقدية، وباتت السوق الموازية هي المتحكمة بأسعار الصرف في ظل السلطة النقدية المنقسمة بين صنعاء وعدن. بدت أضرار هذا الانقسام ظاهرة في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، بعد أن تعدى سعر صرف الدولار الواحد في المناطق المحررة حاجز 1000 ريال، فيما حافظ على سعره في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي عند 600 ريال مقابل الدولار الواحد. دوافع سياسية هي تلك التي تجعل ميليشيا الحوثي تواصل الضغط لعدم هبوط الريال في مناطق سيطرتها، كما هو حاصل في المناطق الأخرى. في المقابل لا تنتهج الحكومة حلولاً واقعية وفقاً لمراقبين. صندوق النقد الدولي كان قد أعلن عن تخصيص حصة من وحدات السحب الخاصة به لليمن تعادل 555 مليون دولار لتعزيز احتياطات البلد من العملات الصعبة ودعم قيمة العملة الوطنية. أزمة اقتصادية تواجهها المحافظات المحررة، وتدهور معيشي يعانيه المواطنون هناك. وفوق هذا كله يهدد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً الحكومة الشرعية والبنك المركزي بأنه سيخول جمعية الصرافين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية التابعة له بإصدار قرار يحدد سعر صرف العملة في مناطق نفوذ الحكومة التي هو جزء منها. إلا أن هذه التهديدات تأتي كزوبعة سياسية لم تستند إلى رؤى اقتصادية، خاصة أنه لم يوضح عن الآليات والسياسات الاقتصادية التي ستقوم عليها عملية تحديد أسعار الصرف. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وينضم إلينا من عدن المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي، وأيضا معنا من ماليزيا الباحث في الشأن الاقتصادي اليمني الأستاذ عبد الواحد العوبلي، ومعنا أيضا من القاهرة الصحفي صلاح السقلدي. مرحبا بكم ضيوفي الكرام، مساء الخير. وأبدأ معك سيد وحيد الفودعي. سيد وحيد، ما الذي لفت انتباهك في بيان البنك المركزي الأخير؟ تعليقك على ما جاء في البيان. في البداية أرحب بك وبالضيوف الكرام وبالسادة المشاهدين. فيما يخص بيان البنك المركزي ابتداء، أود أن أنوه أن البيان لا يعالج، أو ما ورد في البيان لا يعالج مسألة تدهور سعر الصرف. فتدهور سعر الصرف له مسببات كبيرة ومسببات متفرقة، سواء فعلية سواء مختلقة،
نعم. ويجب أن يتم إعداد يعني دراستها ومن ثم إعداد مصفوفة متكاملة من الإجراءات التي من شأنها أن تحافظ على سعر الصرف الذي وصل إلى أرقام قياسية كما أشرتم إلى تقريركم. نعم. البيان يعالج مشكلة التشوه السعري الذي أحدثه الحوثيين من خلال قرارهم منع التداول بالطبعة الحديثة من العملة الوطنية. في نهاية العام 2019 ناقشتم على قراركم المخاطر التي يمكن أن تنجم على مثل هذا القرار، وكانت رؤيتي سليمة بحيث أننا تنبأنا بوجود انقسام نقدي كبير وانقسام في سعر الصرف في صنعاء وعدن من خلال تسرب النقد من مناطق الحوثيين وتحوله إلى مناطق الشرعية بشكل كبير، أيضا من خلال تحول الصرف على العملات الأجنبية إلى مناطق الشرعية بدلا من تركزها على مناطق الشرعية بدلا من أن تتوزع على كافة مناطق الجمهورية اليمنية بما فيها المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين. لذلك البيان يعالج هذه الإشكالية. مشكلة الحوثي أو القرار الذي أصدره الحوثي مع تداول بالطبعة الحديثة أوجد مشاكل كثيرة، وصلت إلى حد أن الإيرادات أو ما يسمى المحاصيل الزراعية والقات أي محاصيل تأتينا من الشمال إلى الجنوب تحول قيمتها إلى عملات صعبة حتى يتم يعني تهريبها إلى مناطق الشمال. لذلك شكل هذا القرار ضغط كبير على مناطق الشرعية. نحن نقول هذا مسبب وليس كل المسببات، المسببات كثيرة، مسببات مالية، مسببات فساد، مسببات عدم تنسيق، مسببات أمنية، مسببات سياسية، مسببات كثيرة، لكن نتكلم عن مسبب. وفي هذا السياق البنك المركزي يعني يود أن يعالج هذا المسبب الذي أحدث شرخا في الاقتصاد وأحدث تشوه كبير في الاقتصاد اليمني. لذلك أعتقد في حالة نجاح هذا القرار أو هذا التعميم ما ورد في التعميم سيصب في صالح البلاد والعباد، من ناحية أنه سيتم توزيع إعادة توزيع العرض والطلب على النقد سواء النقد الأجنبي أو النقد المحلي بشكل عادل على كافة التراب اليمني بدلا من تركزه على المناطق الشرعية، ومن خلال هذا إعادة التوازن هذا سنصل إلى سعر توازني فعلي حقيقي يحدد لكافة المناطق في اليمن. من خلاله إذا وصلنا إلى هذا التوازن سيكون من مساعدة الحوثي أن يحافظ عليه، لأن السعر في عدن أو في صنعاء أو في أي منطقة من مناطق الجمهورية اليمنية هو سعر موحد لكافة التراب اليمني، إذا كافة الأطراف يهمها هذا الشيء. لذلك يجب أن ندعم هذا القرار، واشترطت أيضا في مقالي الأخير أو في تحليلي الأخير أن يتم تنفيذ القرار وفقا لشرطين أساسيين يجب أن لا نتعداهم. الشرط الأول أن تكون العرض النقدي الذي سيقوم البنك المركزي بضخه في إطار مدروس بحيث أنه لا يسبب على العروض من النقد المحلي ويؤدي إلى نتائج عكسية في التضخم. الشرط الثاني وهو شرط أن تتكاتف الجهود في مناطق لدى الحكومة الشرعية والبنك المركزي والأطراف الموقعة بالذات على اتفاق الريام أن تتكاتف كلها من أجل نجاح هذا التعميم. فنجاح هذا التعميم معنى ذلك أنه في صالح المواطن سواء كان شمالي أو جنوبي أو يتبع الانتقالي أو الإصلاح أو أي بغض النظر عن التصنيف الحزبي أو السياسي. لذلك يجب أن تتكاتف الجموع. أيضا أنا أشدت أوصيت بتشكيل غرفة عمليات مشتركة لإدارة تنفيذ هذه القرارات حتى لا تتم التنفيذ بعشوائية بحيث أنه يستفيد منها بعض الأطراف أو السماسرة كما حصل اليوم في مصحف الكريمي عندما قرر بنك المركزي دفع المرتبات في الطبعة القديم وكان المواطن أو الموظف الذي يستلم الراتب ويخرج إلى خارج المصرف ويبيعه بسعر أعلى. لا، نريد تنسيق، نريد غرفة عمليات مشتركة، نريد الأمن، نريد أين جهاز الأمن القومي، أي كل هذه الأطراف وأكيد نعم. إذن سيد وحيد سأعود إليك، أنت تحدثت قلت في حال نجاح هذه الخطوات سيكون مردودها كبير وإيجابي على مستوى الاقتصاد في البلد عامة. سأعود إليك، أنت قلت يجب أن تتكاتف كل الجهود، سأعود إليك للحديث أكثر حول ما الذي قد يعرقل نجاح هذه الخطوات وما الذي يريده الانتقالي في هذا الوضع. سأعود إليك سيد وحيد، دعني أنتقل إلى ضيفي الصحفي صلاح السقلدي. سيد صلاح أهلا بك.
لدائما كرر وطالب المجلس الانتقالي الحكومة بتحمل مسؤولياتها ومواجهة التدهور الاقتصادي وانهيار العملة في البلد. الآن عندما قال البنك المركزي أنه سيقوم بهذه الإجراءات لمحاولة إصلاح الأمر، ظهر ليقول أنه سيواجه الأمر. أليس ما يطلبه الانتقالي هو حل الأزمة في البلد؟ إذا لماذا لا تتكاتف الجهود؟ أليس هو جزء من الحكومة؟ سيد صلاح، هل تسمعني؟ نعم نعم سمعك. تحية لكم والسادة المشاهدين جميعا، أنا أكلمكم من المكلا وليس من القاهرة. الإجراءات البيان الذي صدر عن المجلس الانتقالي هو يعبر بالفعل عن استشعار المجلس بمسؤولية إذا ما يتعرض له المواطن في عدن وفي عموم المحافظات من مذبحة اقتصادية، مذبحة معيشية، مذبحة تنال من لقمته ومكرمته أيضا. نعم. فالإجراءات التي اتخذ البنك لا يتمت أي صله بالاصلاحات او مواجهه ما يعصف بالعمله ما يعصف بالحال المعيشي الاقتصادي على الاطلاق. يفهم هذا الامر حتى الذي هو لا زال في الف باء من الاقتصاد ومن اطار العملات. اذا لها دخل بماذا؟ نعم، اولا البنك يضخ مزيدا من العملات بفئات مختلفه منها اخرها الفئات الالف ريال، ويقول في نفس الوقت انه يستهدف تحديد حجم النقد الموجود في السوق ومجابهة التضخم الذي يغرق السوق، فهو يقول الشيء ويعمل نقيضه تماما. هناك اجراءات يجب ان يتخذها البنك يعرفها حتى المواطن البسيط، وهو ان هناك مسارب كثير من الفساد تصب في جيوب كثير من جهات ومن شخصيات نافذه داخل السلطه وخارجها، من رموز سياسيين، رموز حزبيه، رموز تجاريه، هي التي يكون اولويه لان يتدارك المجلس البنك هذه الاموال التي تذهب هدرا، وبالتالي هي تنعكس سلبا على قيمه العمله واسعار السلع وحياه الناس هنا في عدن. هناك اجراءات كان يفترض ان المجلس هذا البنك ان يقوم بها قبل ان يتوه باجراءات وقرارات ضحله للغايه. يمكن على الاطلاق ان نشاهد مليارات من الدولارات، مليارات من الاموال تذهب الى جيوب الفاسدين. شحنات نفط تباع لا نعرف لمن المردود، هناك شحنات غاز، هناك نعم. هناك نعم سيد صلاح، لنلتزم بمحور الحلقة. إن كنت ترى أن هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الشرعية والبنك هي ليست إجراءات صحيحة، وترى أن المجلس الانتقالي أكثر علم ودراية، إذا لماذا لا يجلس مع الحكومة لإيجاد حلول معا؟ أليس هو جزء من هذه الحكومة؟ اعتقد ان الذي يرفض هو المجلس الانتقالي، بل هي والبنك المركزي والسلطه، فهي لا تعترف بالمجلس الانتقالي الا بانه الشريك على مضض شريك سياسي، والا المجلس اعترف بهذا السلطه ودخل معها في شراكه فلا يضر. ماذا تعني الشراكه السياسيه استاذ صلاح؟ اليست هي ايضا مسؤوليه في تحمل الخدمات؟ تفضل. نعم، لا يضره ان دخل في شراكه، لا يضره حتى سياسيا ان يدخل في شراكه وفي تفاهمات وفي التعاون مع البنك المركزي طالما قد دخل في شراكه سياسيه اصلا. لكن ما تقوم به الحكومه وما تقوم بهذا البنك لا يمكن على الاطلاق ان يمكن تقبله، فهو اجراءات خاطئه، اجراءات لها مآرب سياسيه يفهمها. نعم، إذا دعنا نذهب إلى أصحاب الشأن والاختصاص لنسألهم إن كانت فعلا هذه الإجراءات خاطئة. أذهب إلى ضيفي الباحث في الشأن الاقتصادي والمختص في الشأن الاقتصادي اليمني عبد الواحد العوبلي. مرحبا بك سيد عبد الواحد، مساء الخير. إذا سيد صلاح يقول أن الخطوات التي قام بها البنك والحكومة هي إجراءات خاطئة واستعلائية، تعليقك أستاذ عبد الواحد بما أنك مختص بهذا الشأن؟ بدون زي ما يقولوا كثر كلام، اللي بيعمله البنك المركزي غلط، واللي بيعمله المجلس الانتقالي غلط، واللي بيعمله الحوثي غلط، وكله بيصب في الاخير فوق راس المواطن اليمني. قصه انه البنك المركزي ارسل هذه التعليمات او البيان لحل مشكله الصرف، هو اول شيء معترف في بيانه أن هذه الإجراءات لا تعالج تدهور سعر الصرف. اللي هو أصلاً سبب المشكلة هذه كلها.
فبالتالي انت ايش جالس بتلعب؟ ايش جالس بتعمل؟ موضوع ان انت تنزل كميه من العمله النقديه، هذا معناته انه انت ما عندكش ايرادات، ما عندكش فلوس، واستخدمت هذا العذر بس علشان تطبع فلوس وتنزل تدفع رواتب للناس، فقط انت بتستدين او بتستعير وبتطبع لهم فلوس وما لهاش قيمه وبتنزل لهم في السوق. اما قصه انه يسحب الفلوس عبر فتح باب المساهمات او الايداعات بفوائد وما الى ذلك، طيب هذه الخطوه اين كانت من سنتين؟ انت ليش ساكت على الحوثي من سنتين وهو بينهب اموال اليمنيين من الفارق في هذه العمله؟ قد يقول البعض سيد عبد الواحد ان تاتي متاخر خيرا من ان لا تصل. هو هذا اذا كان متاخر، بس هذول الناس ما جاؤوش اصلا. هم لحد الان ما وصلوش. فالان انت الحل الطبيعي والمنطقي امامك ان انت تحسن سعر الصرف. سعر الصرف لا يمكن يتحسن الا بدون ما تتحسن ايراداتك. طالما ايراداتك بتروح البنك الاهلي السعودي، من فين سعر الصرف حيتحسن؟ طالما ايراداتك بتصرف على مجموعه الفرق اللي موجودين في الخارج بيستلموا راتبهم بالدولار، من فين حيتحسن سعر الصرف؟ طالما انت لحد الان معطل مصافي عدن من اجل مصالح مستوردي المشتقات النفطيه، واتكلم عن مستوردي المشتقات النفطيه سواء اللي عند الحوثي ولا اللي عند الشرعيه. اليمن بتستورد سنويا ما لا يقل عن 2 مليار دولار مشتقات نفطيه. هذه هي السبب الرئيسي والاول واكثر من 50 الى 60% من المشكله اصلا. فلو تم يعني الانتقالي، لو عندهم نيه حقيقيه انهم يحلوا المشكله وفعلا هم قلبهم على المواطن ويشتوا المواطن اموره تتحسن، يصلحوا يرجعوا مصافي عدن هي شغاله وجاهزه للتشغيل، يرجعوها تشتغل، تطفي نفط يمني وتغطي الحاجه للسوق المحلي، وبالتالي احنا نوفر اكثر من 2 مليار دولار احنا بنخرجها عمله صعبه للخارج. بمجرد ما نوفر هذا البند، الطلب على الدولار سينقص وسعر العمله سينقص والفارق في العمله سينقص وكل هذه المشاكل تختفي. نعم، لكن سأنقل هذه النقطه للسيد صلاح. على على من من من, من, من مصمم انه مصافي عدن تظل معطله لاجل مصالح اللي بيستوردوا مشتقات نفطيه. نعم، وبيجنوا من وراءها المليارات. نعم نعم سيد عبد الواحد، سأنقل هذه النقطة للسيد صلاح، ولكن قبلها تحدث ضيفي السيد وحيد الفودعي أنه ربما الإجراءات التي اتخذها البنك لن تصلح وضع التدهور الاقتصادي الحاصل وسعر صرف العملة، ولكنها ربما ستعالج إشكالية الفجوة بين مناطق سيطرة الحكومة وسيطرة الميليشيا. نعم أستاذة فنى، أولا سؤالي كان للسيد عبد الواحد النظر التي تحدث فيها. نعم، ها سؤالي للسيد عبد الواحد. نعم سيد عبد الواحد، سؤالي أنا كان وحيد. نعم سأبقى معك سيد وحيد. سيد وحيد، ضيفي اتفقا أن الإجراءات التي اتخذها البنك لن تصلح شيء وأنها كلها خاطئة. بالنسبة لي ربما اختلف مع حول نظرهم، لان نظرتي ربما تكون تفاؤلية واتفق معهم فيما يسمى الحكومة. اولا وهذا مهم جدا، يجب ان نفرق سواء ضيفيك الكريمين او اي مواطن اخر حتى مواطن عادي، يجب ان افرق ما بين سياسة تسمى سياسة مالية وما بين ما تسمى السياسة النقدية. ما تحدث به ضيفيك هو يخص السياسة المالية، يخص الحكومة، لا علاقة بالبنك المركزي ما تحدث به، سواء بالإيرادات، سواء بميناء عدن، سواء بما يسمى بالإيرادات التي تذهب إلى البنك الأهلي الخاص بالنفط. إذا هذه مشكلة حكومية، مشكلة مالية عامة بامتياز. ميزانية الدولة حتى اللحظة أكثر من 5 سنوات لم تعد. ما عدا الميزانية ميتة كانت في عام 2019، الحساب الختامي لن نرى فيه النور. إيرادات الدولة لا تورد إلى البنك المركزي بالشكل المطلوب. إذا هذه مشكلة متكررة عميقة يجب أن تحل فورا. هذه الإشكالية ليس المتسبب فيها البنك المركزي اليمني كما يتحدثون. البنك المركزي اليمني في إطار الأدوات المتاحة لديه
سيتحرك، ما عدا ذلك لا، حتى الادوات المتاحه لديه يجب ان تتضافر كما تحدثت قبل قليل كل الجهود لكي تنجح. انا عندما يكون لدي سلطه رقابيه بحيث ان انا اراقب على كل الصرافين، لكني لا امتلك لا جهاز امن قومي ولا احد بحيث انه يضبط ولا قضاء بحيث انه يضبط صراف مخالف، ربما يعني تعرض حياه المحافظ وحياه الافراد الذين ينزلون مع الحمام عليه للخطر والتهديدات بالقتل وما شابه ذلك، لانه لا يوجد لدينا امن ولا يوجد لدينا قضاء، لذلك لا نحمل البنك المركزي فوق طاقته، يكفي ما هو عليه الان، البنك المركزي يعمل في ظل بيئة غير مناسبة، يظل يعمل في ظل نقول ثقافة غير سليمة، ثقافة تحمل البنك المركزي ماذا حققت له، يكفي أنه يقاوم، يكفي أنه الجهة الوحيدة التي تعمل في إطار الشرعية، يكفي أن مجلس الإدارة الوحيدة الذي يداوم على مدار السنة، فيما عدا الأوقات التي يتم فيها التوترات ما بين أطراف التي تتواجد في عدن، لذلك يجب أن نشخص المشكلة بشكل من هي المشكلة؟ هل هي مالية عامة أم هي البنك المركزي؟ كل الذي تحدث فيه ضيفيك هو مالية عامة، لا دخل البنك المركزي فيه. البنك المركزي في إطار إدارته للمعروض النقدي فقط، عندما يقول لك الآن الضيفين الكريمين أن إدارة البنك المركزي للعرض النقدي سيسبب تضخم، يا عزيزي فرق ما بين السياسة المالية والسياسة النقدية. أنا لما أصدر أو أطبع أو أضخ نقد مقابل سحب نقد، ما المشكلة في ذلك؟ أنا بدل الآن معي من الحكومة نقود تعزيز مالي لجهة معينة، أيهما أفضل؟ أضخ نقد قديم ولا جديد؟ لا، عندي أنا في الآخر بضخ هذا أو هذا، إذا بضخ إيش؟ النقد القديم، هذا كان إذا ارتفع البنك المركزي من خلال دراساته من خلال أنه في هناك معروض نقدي أنا بسحبه وكون احتياطيات داخل البنك المركزي، إذا هذه سياسة نقدية يعني تتعلق بإدارة المعروض النقدي، تتعلق بإدارة أيضا الطلب على النقد الأجنبي وما شابه ذلك، التنسيق مهم ما بين البنك المركزي والحكومة والمجلس الانتقالي، أيضا نظرتي تفاؤلية من حيث قرارات المجلس الانتقالي ومخرجات فيما أتحقق، لكن في إطار التنسيق أيضا مع البنك المركزي، البنك المركزي نعم أنه مالية وإدارية يجب أن تسعى له فرصة للعمل، لكن أيضا في ظهر الضغط العصيب يجب أن أتلف على طاولة واحدة مع الأطراف التي ربما لديها رؤية تقدر التي وقنعها أو تقنعني. نعم. مع ما قاله المجلس الانتقالي ومخرجاته من حيث موضوع تنظيم المشتقات النقدية المتهم الأول في خلق الطلب على النقود، طبعا دائما نحن نتكلم عندما نتكلم عن الطلب على النقد الأجنبي يوجد لدينا طلبين، الطلب الأول طلب حقيقي، طلب لبوابات الاستيراد، الطلب الثاني طلب مختلف، ما الذي يخلقه؟ يخلقه مبارك في العملة، يخلقه سياسي موجود في صنعاء، يخلقه سياسي موجود في الرياض، يخلقه يعني تاجر حرف هذا طلب مختلف، يخلق ايضا مبارك العملة يريد ان يكسب تكسب غير مشروع من خلال المفاجاه باقوات الناس، اذا انا اتابع نعم وهذا يجب ان يكون مكافحه بيد الحديد، اذا اجهزه الدوله كافه يجب ان تتوحد في سبيل نقول المحافظه على ما تبقى بالاقتصاد ما لم نعم سيد وحيد باختصار ما هي المسؤوليه التي تقع على عاتق الانتقالي الان؟ نعم باختصار المسؤولية التي تقع على عاتق الانتقال الآن. سعر الصرف لا يهم الحكومة وحدها أو البنك المركزي أو يهم الجميع. المواطنين والمتواجدين في مناطق الصرف الشرعية هم يعني تحت سلطة الانتقالي أو تحت الحكومة الشرعية، لذلك يجب التنسيق وحده مع البنك المركزي في إطار إدارة السياسة النقدية فقط، السياسة المالية هذا موضوع أهم يتم مع الحكومة ومع البنك المركزي. فهمنا في فرق ما بين سياسة مالية وسياسة نقدية. ما يتعلق بالسياسة النقدية نحن في البنك المركزي اليمني على استعداد الجلوس على طاولة واحدة مع أي طرف. شكرا جزيلا. أو لديه أي يعني نعم. سيد وحيد أعتذر على المقاطعة ولكننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا جزيلا لك سيد وحيد الفودعي. أعود إليك بسرعة سيد صلاح وباختصار لم يعد لدي وقت، كان ضيفي عبد الواحد العبلي قال إن كان الانتقالي فعلا قلبه على الناس لماذا لا يفعل مصافي عدن؟ لماذا لا يتم تفعيل مصافي عدن باختصار سيد صلاح؟ نعم، من يمتلك النفط ومن يمتلك حقوق النفط يمتلك الانابيب النفط هو الذي يجب ان يورد هذه الكميات الى مصافي حدن، اما تشغيل المصافي مطلب اساسي للمجلس الانتقالي ولعموم الناس في حدن، على اقل التقدير ان حرر الناس ولو جزء يصير من هيمنه
حيتان فساد حيتان النفط الذين يهيمنون على هذه الماده الاساسيه لنا. فلدى هذه المصداق برغم تقادم الياتها وامكانياتها الا الذي هكذا يستطيع ان يسير كميات كبيره نفس الكميات التي كانت موجوده الى قبل الحرفه. بحسب علمي كان هناك يتم تصفيق في هذه المصفاه نفط مارب عبر رأس عيسى، توقفت هذه الكميات الى حد اليوم هذا واصبح حتى موظفو هذه المصفاه يعيشون في ضنك. شكرا جزيلا لك الصحفي صلاح السقلدي، كنت معي من المكلا، شكرا جزيلا لك. عوده اخيره اليك يا سيد عبد الواحد ولم يعد لدي وقت، وباختصار الان المسؤوليه الواقعه على عاتق الانتقالي وما البدائل المتاحه الان امام الحكومه في حال لم تنجح هذه الاجراءات الاخيره؟ اعلق بس على كلام السياسه النقديه والسياسه الماليه لوحيد الفوزي. يتحمل البنك المركزي السياسه النقديه بسحب العمله القديمه اللي موجوده عند الحوثي واللي مهمل هذا الموضوع من زمان، هذه سياسه نقديه. نعم. التوريد الايرادات للبنك المركزي في عدن مش الى البنك الاهلي السعودي في السعوديه، هذه سياسه نقديه. ضخ سيوله تفوق تزيد من العرض النقدي الى السوق، هذه سياسه نقديه. وللاسف الاخ وحيد بيحاول يدافع عن فساد وفشل وتهالك البنك المركزي ويغطي عين الشمس بمنخل زي ما بيقولوا. البنك الحكومه بحاجه ان تتفاعل كل مؤسساتها الايراديه والخاصه بالنفقات لحل هذه المشكله. سعر الريال مش ممكن ينزل بدون رفع الايرادات وتخفيض النفقات من العمله الصعبه، ما لم احنا حنظل في نفس بندور في نفس الدائره وحتظل المشكله قائمه والتدهور سيستمر. نعم، شكرا جزيلا لك سيد عبد الواحد العوبلي الباحث في الشان الاقتصادي. إذا مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، لا يسعني بالأخير لأن أشكر ضيوفي، كان معي الباحث في الشان الاقتصادي السيد عبد الواحد العوبلي من ماليزيا، وكان معي أيضا الصحفي صلاح السقلدي الذي كان معي من المكلا، وأيضا المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي. أشكركم على حسن المتابعة وأشكر زميلي معد هذه الحلقة الزميل محمد لطف، نلقاكم على خير في حلقة أخرى، إلى اللقاء.